متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ سؤال يتردد كثيرا، سؤال يسأل عنه الكثيرون، متى يأتي النصر؟ ومتى يفتح لهذه الأمة؟ ومتى يحكم فيها بشرع الله؟ ومتى نرى المسلمين أعزة في الأرض؟ إذا سمعت بهم الأمم حسبت لهم ألف حساب، متى يكون شأنهم في الأمم المتحدة هو المقدم؟ متى إذا اجتمعت أمم الإسلام، بل أمة الإسلام مع أمم الكفر، كانت أمة الإسلام لها اليد الطولى والكلمة المقدمة. متى إذا قال المسلمون سمع العالم وانتبهوا لكلامهم؟ متى نصر الله؟ يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم مبينا متى يكون هذا النصر، وعد الله الذين آمنوا منكم، واحد، وعملوا الصالحات، اثنين، النتيجة ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا تحقق هذا جاء الاستخلاف وحصل التمكين في الأرض، ليس في تونس ومصر فحسب، بل بالعالم الإسلامي كله بإذن الله، ليس في أرض من هنا وأرض هناك، بل في الأرض كلها، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. الشرط الأول الذين آمنوا، أهل الإيمان، أهل التقوى، أهل العبودية، أهل العمل الصالح، الذين يقدمون شرع الله على ما سواه، الذين يعلمون أنه من ينصر الله ينصره الله جل وعلا. ولا ينصرن الله من ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. من نصر الله في بيته، من نصر الله في ماله، من نصر الله بسجوده وركوعه، من نصر الله بحياته، نصره الله على الأمم. أمة تنتصر لله ينصرها الله جل وعلا. القضية ليست بالعدد، وليست بكثرة السلاح، وليست بالأموال، وليست بالعتاد في أحيان كثيرة، لكنها قبل هذا كله الإيمان، الإيمان والعمل الصالح، والعمل الصالح، والعمل الصالح. والعمل الصالح، والعمل الصالح.